بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برمجنا سويتشات، هنبرمج الرادي باتنز. الرادي باتنز فيها لعبة كويسة، خلاص عايزين نفهمها كويس لأن بتستخدم بشكل كتير لما نكون بنختار بنسلكت واحد من أكتر من اختيار. نكتب بقى، لا ثواني كده، هنكتب في مكان غلط. ده احنا كده جوه الجريد سويتش. طبعا الحتة دي ما بتلخبطنا، فأنا بحب دايما أكتب إيه كومنت كده، أقول إند أوف الجريد سويتش، يعني دايما أنسق كده، أعمل بس كومنت أيوه، بحيث إن أنا لما ابقى دايما ما اسرحش، لو انا بكتب في اي حته ابقى عارف ان دي نهايه كذا. دايما البدايه تبقى معروفه، بيبقى اصلا اسم الحاجه، بس النهايه دايما تبقى اقواس كلها متقفله. فانا دايما يفضل انك تعمل ايه، تعمل كومنت كده في النهايات، بحيث ان احنا ما نتوهش انا كنت فعلا هكتب جوه الفانكشن. كلامنس سويتش، ماشي. اقفل الاثنين دول، مش عايزينهم دلوقتي. انا عايز بقى ايه، اشتغل على الراديو باتن اللي هو جواه، اللي هو جوه راديو جروب. الراديو جروب كان اسمه يير راديو جروب، فاقول له اه، اول ده اول واحد بياخد الايفنت، فاقول له يير راديو جروب، هعمل له سيت اون ايه تشيكد تشينج ليسنر، يعني كل ما يتغير فيها الايه التشيكد اللي انا عايزه. تلاحظوا ان انا فتحت القوس عادي، خلاص لقيه بقى، لان انا دلوقتي دول مكون داخلي. الاول انا عملت التشيك تشينج على الايه جروب كله، بعد كده اروح على الراديو. الراديو ده اللي هو الايه الاندرويد ويدج ده، الراديو جروب. هقول له يا راديو جروب اللي انا عايز افيره اصلا، اقول له اوني تشيك ذا تشينج ليزنر. في الحاله بقى بتاعت التغيير، قال لي هبعت لك تو بارامترز، حاجه اسمها جروب وحاجه اسمها تشيك اي دي. حاجه اسمها جروب وحاجه اسمها تشيك دي اي دي. الفانكشن دي لما تفاير هتبعت لي تو بارامترز، جروب وتشيك دي اي دي. لاحظوا طبعا الداش والسهم دي طبعا معروفه، في بفرق ما بين البارامتر اللي هو جروب والتشيك اي دي، والبادي بتاعت لامدا اكسبريشن اللي هي الفانكشن اللي تحت، تعتبر اللي تحت دي فانكشن، خلاص. او اسبريتها ما بين البارامتر والريتيرن تايب، بس الريتيرن تايب هنا ما فيش ريتيرن تايب. فكده اقصد ايه، ان دي اكنها فانكشن اونلي تشيك ليزنر، تشيك تشينج ليزنر، دي فانكشن في اثنين بارامترز اللي هو جروب والتشيك اي دي، دول هيرجعوا لي لما الراجل بيغير، خلاص كده. طيب عرفت راديو باتن اللي هو المفروض بقى اللي داس عليه، انا عايز اعرف انه راديو باتن اللي داس عليه. انا عرفت الجروب خلاص وقفشت الجروب، فقال لي راديو دوت، انا سميته راديو باتن، وفايند فيو باي اي دي، وبعت له التشيك دي اي دي بقى اللي جاي لي من لما يفاير بيجيب لي التشيك دي اي دي اللي انا دوست عليه. فخلاص بقى اصبح عندي راديو. الراديو ده بالنسبه لي، الراديو اللي انا عرفته ده بالنسبه لي اللي هو بيفايند على الفيو باي اي دي بالتشيك دي اي دي ده، لو انا دوست على الاول هيريتيرن لي الراديو باتن الاول، لو دوست على الثاني هيبقى ريتيرن لي تشيك الراديو باتن الثاني، مع الثالث يبقى الثالث، على الرابع يبقى الرابع. خلاص عشان اوريك بس اللي حصل، فاعمل توست كده، هميك تكست كده في الابلكيشن كونتكست، وهقول له اني تشينج تشيكد تشينج، وهقول لك الراديو اللي انا جبته ده دوت تكست، عشان التكست طبعا اللي هو المكتوب فيه. فلو كنت دوست على الاول هيطلع لك فيرست يير، لو دوست على الثاني هيطلع لك سكند يير او كده، تمام. الغرض هنا بس في المثال اللي لسه بكمله دلوقتي، انا لسه ما خلصتش كود، لكن الغرض بس اوريك ازاي بتعامل مع الايه، بطلع من جوه راديو جروب راديو باتن معين، وانه واحد اللي اتداس عليه، وابقى ماسك القيمه بتاعته. طيب عملت ران، اما ادوس على سكند يير، سكند يير، ثيرد يير، ما ظهرتش ليه؟ نسينا التوست نعمل لها شو. طيب دوت شو. طيب نرجع تاني نري ران. ادوس على سكند يير، قال لي ايه اون تشينج ايه سكند يير. ادوس على ثيرد، قال لي الثيرد يير، لو انت مش شايف هيطلع فورس يير. يبقى كل ما ادوس على حاجه كده خلاص بقيت بعرف انا دايس عليه بالظبط. طبعا كده هضطر اقول اف ان كان الراديو دوت تكست فيرست يير، اعمل لو كان السكند يير، وطبعا لازم الكيس سنسيتيف. انا بحب اشرب الاندكس، فهو عامل ايفال اندكس خلاص وبيساوي. وفي بقى الجروب البارامتر الثاني، في حاجه مهمه جدا في الجروب ده، حاجه اسمها اندكس اوف تشايلد. اندكس اوف تشايلد، قال لي اديني بس الايه الفيو اللي انت عايز تدور عليه، هبعت له الراديو اللي انا جبته.
بكده هيطلع لي اول واحد 0 واحد تاني واحد 1 2 3 4. انا بحب اشتغل بالاندكس عشان المسميات لو اختلفت بعد كده ما تبقاش عندي مشكله. بدات لو غيرت السترينجز ايه دوت اكس ام ال بتاعي هيبقى الايه الليبلز اتغيرت. فانا قلت ايه تشيك تشينج، قلت له خلاص بقى الاندكس وطلع لي قيمته ايه الاندكس اللي انا الفاريبل اللي عرفته عشان يطلع لي بقى. فبدوس على سكند يير قال لي ايه، قال لي سكند يير وقال لي اندكس 1، ثيرد يير قال لي ثيرد يير واندكس 2، فورث يير فورث يير ويز اندكس 3، خد بالك فيرست يير اندكس 0. يبقى انا كده اقدر ايه اشيك بقى ايه في ان هي ب 0 بكذا، ايه في ان هي ب 1 بكذا، 2 3 كده. هكومنت التوست دي عشان برضه لو انتوا عايزين تعرفوا ازاي بتوصل للراديو والتكست والراديو ايه والاندكس. واقول له وين او اف زي ما انت عايز. هقول له وين الاندكس، لما يكون الاندكس وابدا اشتغل بقى. لو كان الاندكس بتاعي بس اشفتها داخليا بس عشان بس شكل الكود منسق. ف وين الاندكس هشتغل على الاندكس بتاعي. لو كان بزيرو عايز نقول بقى ايه طبعا لان انا كده عايز فاريبل برده عام ليميت، لان انا بحدد هنا الليميت. لو سنه اولى بكذا، سنه ثانيه بكذا، سنه ثالثه بكذا، سنه رابعه بكذا. الليميت لازم اديله ديفولت ليميت عشان لو اليوزر ما اختارش، فحاطط 1100 اللي هو اصلا اول واحد. وهنا بقى ارجع اشتغل اقول له وين ان الاندكس لو بزيرو، الاندكس بزيرو ولو الاندكس بثلاثه دول كان حالتين مختلفين، واثنين واربعه كانوا زي بعض، اثنين واربعه كانوا ب 1000 صح. فاقول له لو اندكس بزيرو هقول له الليميت يبقى ب 1100، لو الاندكس بثلاثه يبقى الليميت بيساوي كام؟ مش فاكر كان 900. لو الليميت بقى غير كده إلس بقى اللي هو الثاني والرابع يبقى ب 1000، يبقى الليميت ساعتها هيبقى بايه؟ هيبقى بيساوي 1000. وبكده نكون ظبطنا الايه؟ ظبطنا الحته دي تمام؟ يبقى الراديو باتنز ظبطناها ازاي؟ خد بالك هتبقى اسطمبه معاك بعدين وقت نفسك اتعودت عليها. هجيب الراديو باتن بعد كده ادور على الاندكس واقول بقى وين، لو الاندكس كذا يبقى انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل ليميت بكذا. طبعا عرفت الليميت برده في الايه؟ في السكوب اللي بره، لان دوت برده في زرار الكالكوليت لو الديسبلاي اللي هيبقى جاي ان شاء الله هي برده هياخد من قيمه الايه؟ الليميت عشان يحسب حساباته. وبكده نكون برمجنا مع بعض الراديو باتنز والحمد لله.